العقيد اللي اعتقل سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي معمر القذافي أطلق حزمة تصريحات خطيرة جدا كشف فيها الستار عن الأكاذيب اللي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية ومارستها قوات الناتو اللي زعمت إن سيف الإسلام القذافي عرض على القيادات اللي اعتقلته فلوس ورشاوي في سبيل إن هم يهربوه لكن وطنيتهم منعتهم. الراجل ده بيكشف الستار عن النتائج الكارثية لاقتحام وتدمير قوات الناتو لدولة ليبيا العزيزة واللي نتج عنها الخراب المستعجل اللي حط على دولة ليبيا وحط أيضا على المنطقة العربية جراء ثورات الخراب العربي اللي اشتعلت سنة 2011 بمخطط أمريكي وتنفيذ دول زي تركيا وقطر. تصريحات خطيرة جدا لقائد عملية اعتقال سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي معمر القذافي خلال هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. حضراتكم أكيد عارفين التداعيات اللي بتحصل في دولة ليبيا العزيزة دلوقتي، وعارفين إن اللي في دولة ليبيا ده بسبب تحامي الناتو لدولة ليبيا بزعم إن هم بيدافعوا عن الديمقراطية وعن إرادة الشعب الليبي، دمروا ليبيا وسابوا الشعب الليبي يدك في بعضه، هي دي الديمقراطية بتاعتهم وهي ديت نتائج ثورات الخراب العربي اللي حطت على المنطقة العربية سنة 2011. بمجرد ما سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي معمر القذافي تقدم للانتخابات الرئاسية اللي كان مفروض إن هي تتم في شهر ديسمبر الماضي، الدنيا وقفت على رجل ووقفت الانتخابات. الولايات المتحدة الأمريكية صرحت طولة ما فيها سيف الإسلام القذافي مش هنسمح بأن الانتخابات دي تمر. ليه سعادتك؟ قالوا بالحرف الواحد، والكلام ده عملنا فيه حلقات كتيرة جدا، كأن احنا ما صدقنا تخلصنا من معمر القذافي اللي كان عامل لنا صداع في منطقة أفريقيا، جاي ابنه يحكم دولة ليبيا مرة تانية. اتخلصنا من القذافي الكبير، جاي لنا القذافي الصغير. لأن سيف الإسلام القذافي عارف كويس جدا تداعيات الأحداث ومين مع مصلحة الشعب الليبي ومن ضده. راجل فاهم، راجل دارس، راجل تعامل مع قيادات العالم. في أعقاب اقتحام الناتو لدولة ليبيا وتفجيره وتدميره وقتله لآلاف الليبيين بزعم ان هو بيدافع عن الديمقراطية، مارس حزمة أكاذيب. قالوا بالحرف الواحد ان سيف الإسلام القذافي اللي هو متبقي من عائلة العقيد الليبي معمر القذافي، قالوا ان هو حاول يدفع رشاوي للقيادات اللي قامت باعتقاله. اللي حصل حضراتكم، في مجلة اسمها جون أفريك الفرنسية التقت بالعقيد العجمي العتيري قائد عملية اعتقال سيف الإسلام القذافي. الراجل ده صرح تصريحات فضح فيها ممارسات الناتو وكشف الستار عن أكاذيب الولايات المتحدة الأمريكية وأكاذيب قيادات الناتو بخصوص اعتقال سيف الإسلام القذافي. العقيد ده بيقول في ليلة 18 إلى 19 نوفمبر 2011، طبعا بعد ما قوات الناتو بدأت تدك وتدمر في ليبيا، قال إن هو كان بيقود الكتيبة في وادي الرمل بين منطقة وادي الشاطئ ووادي الحياة مع مجموعة مقاتلين من الزنتين. قبل الفجر ظهرت عربيتين مدرعتين نظام الدفع الرباعي، العربيتين حاولوا يهربوا، تبادلوا اطلاق النار مع الكتيبة بتاعة العقيد العجمي العتيري، الا ان الكتيبة بتاعه العقيد ده وقفت العربيتين. فوجئوا بان في عربية من العربيتين دولي سيف الاسلام القذافي متبهدل ووشه معكوك رمل وشعره مليان رمل، وكان لابس جلابية بيضة مع وشاح بني حوالين رقبته وفي اصابات في صوابعه وفي جروح في بطنه. سيف قال للعقيد العجمي ان هو نجا من قصف الناتو اللي اصاب وقتل 20 من حراسه قبل حوالي شهر، وقال انا مش هربان من ليبيا، انا رايح النيجر لاني مفروض يتعمل لي مجموعة من العمليات الجراحية بسبب اصابات الناتو له هو والحراس بتوعه. طبعا هو نجا من الضربات وطلقات النار بتاعة قوات الناتو. سيف الاسلام القذافي قال للعقيد العجمي انا كنت هرجع دولة ليبيا مرة اخرى لان انا مش هارب، لان انا مرتكبتش اي جريمة. العقيد العجمي فضح طبعا الهجمة الامريكية والاوروبية اللي زعمت ان سيف الاسلام القذافي عرض عليهم رشوة، يعني امريكا وقيادات الولايات المتحدة الامريكية من قيادات الناتو قال ده سيف الاسلام القذافي عرض على العقيد العجمي رشاوي في سبيل ان هو يهرب، الا ان العقيد العجمي بتعليمات من قوات الناتو رفض اي رشاوي وجاب سيف الاسلام القذافي. الكلام ده ما حصلش، وده اللي بيؤكده العقيد العجمي، وقال الكلام ده ما حصلش خالص وسيف ما ناقش معانا من الاصل مساله عرض فلوس علينا بالمره، كل اللي طلبوا مننا ان احنا نقتله. قال لهم بالحرف الواحد اطلقوا الرصاص عليا، لان ليبيا كده خلاص اتدمرت وشعب ليبيا كده اتدمر بسبب الهجمه اللي بتحصل دي. طبعا هم رفضوا ان هم يطلقوا الرصاص على راس سيف الاسلام القذافي استجابه له واخدوه، ثم حدث ما حدث. بعد اعتقاله طبعا تم اجراء فحوصات طبيه له وتم علاجه، ثم فضل في قلب دوله ليبيا. واعتقد حضراتكم متابعين عشرات الحلقات اللي احنا ذكرنا فيها تداعيات الاوضاع في قلب الدوله الليبيه، وقال ان سيف الاسلام القذافي اعترف ليهم ان هو عمره ما عرض اي فلوس او اي رشاوى على
أي مرتزقة أو أي من قوات الناتو. ده سيف الإسلام القذافي. أنا عاوز أقول لحضراتكم إن سيف الإسلام القذافي كان بيتبنى مشروع اسمه ليبيا الغد، بمقتضاه إن يعمل مصالحة ما بين الدولة الليبية وما بين كل الخصوم في كل أنحاء العالم، وبدأ يوطد علاقات الدولة الليبية في آخر أيام العقيد الليبي معمر القذافي، إلى درجة إن هو أطلق الخونة والإرهابيين بتوع عناصر جماعة الإخوان من قلب السجون الليبية، واتفق معهم يا إخوانا الإفراج عنكم والحرية ليكم وتمارسوا السياسة شريطة أن ليكم محترمين وما فيش داعي ان كنتوا تخونوا الوطن الليبي. لكن اول حاجه عملها هؤلاء الارهابيين ان هم تواطؤوا مع قوات الناتو ضد سيف الاسلام القذافي وضد معمر القذافي وضد الشعب الليبي. النتيجه ان هؤلاء الخونه موجودين حتى اللحظه الراهنه في قلب الوطن الليبي عن طريق امثال خالد المشري رئيس المجلس الاعلى للدوله الليبيه، وامثال الصديق الكبير، وامثال كل قيادات التنظيم الدولي لجماعه الاخوان الارهابيين. سيف الاسلام القذافي بمجرد ما ظهر في سبيل ان هو يرشح نفسه للانتخابات الليبية الدنيا ولعت، لان القضاء الليبي برأه، وفي ذات الوقت الراجل هو المرشح الوحيد الحريص على مصلحة الشعب الليبي، وفي ذات الوقت الشعب الليبي التف حوالين سيف الاسلام القذافي بعد ما كفر بالديمقراطية بتاعت قوات الناتو وثورات الخراب العربي.